بداية أهلا عبد الرحمن، تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة الفلوج. أكملت مفوضية الانتخابات مكتب أريبيل كافة استعداداتها اللوجستية والفنية للانتخابات يوم السبت القادم إن شاء الله، ستبدأ في الساعة 7 صباحا حتى الساعة 6 مساء. هذه الانتخابات تم تجهيز كافة الأجهزة من نصب كاميرات المراقبة وأيضا معدات وأوراق الاقتراع، يعني الأمور طبيعية جدا في أريبيل. 19 مركز انتخابي في عموم مدينة أريبيل عبد الرحمن، تتوزع 12 مركز انتخابي للتصويت الخاص بالنسبة للأجهزة الأمنية، عدا الأجهزة الأمنية في حكومة إقليم كردستان، وأكثر من 36 محطة اقتراع. سيشارك في هذه الانتخابات من الأجهزة الأمنية أكثر من 15,000 منتسب أمني من قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية الأخرى التي ممن يملكون بطاقات بيومترية من حق لهم الانتخاب والتصويت داخل محافظة أريبيل. أما بخصوص النازحين عبد الرحمن، يعني الأمور طبيعية جدا، تم تهيئة كافة الإجراءات لانتخابات النازحين. أكثر من 28 مخيم للنازحين في عموم إقليم كردستان تتوزع ما بين أريبيل وسليمانية ودهوك، 6 مخيمات في أريبيل. عدد المراكز الاقتراع عبد الرحمن، 7 مراكز الاقتراع في مخيم و12 محطة 13 محطة اقتراع في 6 مخيمات توزعت في داخل مدينة أريبيل أو على أطراف مدينة أريبيل، يا مخيم هرشم وبحركة وديبقة وحسن شام والخازر وأيضا قوش تبة. عبد الرحمن، بالنسبة لي يعني فقط ملاحظة مهمة بالنسبة للنازحين أو للمقيمين من أهالي سنجار في أريبيل، سيتم التصويت، سيحق لهم التصويت ممن يحملون بطاقات بيومترية داخل محافظة أريبيل دون العودة إلى مناطقهم، يعني دون العودة إلى مناطقهم الأصلية عموما. أما بالنسبة للمقيمين وساكنين من بقية المحافظات الأخرى، لا يحق لهم التصويت داخل محافظة أريبيل وداخل مراكز الاقتراع 19 في أريبيل، وإنما سيتم تصويتهم بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية. أكثر من 50,000 نازح عبد الرحمن يتوزعون على 28 مخيم في عموم إقليم كردستان، يمرون اليوم بظروف إنسانية صعبة جدا. يعني هذه المعاناة التي تشبه والأزمة بشير التي تشبه ما تحدث عنه مراسلنا في الأنبار أحمد ناجي، هي تشبهها أيضا في بعض المناطق بخصوص المخيمات. يعني جاء تعميم من قبل وزارة الهجرة بأن بعض النازحين لا يمكنهم مزاولة الاقتراع بحجة أنهم يسكنون في عشوائيات وليس في مخيمات. هل هذا يحدث أيضا في بعض المخيمات في أربيل؟ هل وجدت شيئا من هذا القبيل؟ نعم أكيد، يعني فقط في أربيل سيحق لهم التصويت عبد الرحمن داخل مخيمات النزوح، 6 مخيمات الموجودة في أربيل، 5,000 نازح ممن يملكون بطاقة بيومترية ومن حدثوا بياناتهم يحق لهم التصويت، أما البقية فلا يحق لهم التصويت. أكثر من خمسين ألف نازح في عموم إقليم كردستان، يعني عدد كبير جدا. توحدت أمنياتهم أن تكون هذه الانتخابات يعني فاتحة خير بالعودة إلى مناطق المستعادة، والجميع يعرف بأن هذه يمرون اليوم بظروف إنسانية صعبة، برد قارس وأيضا يعني حرائق تلتهم بين فترة وأخرى.